صباحكم الله بالخير. في كلمة أظن أني مؤلفها، والله ما أدري، يمكن غيري سبقني لها، ما أدري. اسمها الغربة التقنية. لما اللي قدامك يكون حيل نازل بالتقنية لدرجة أنك لما تتكلم وياه تحس بالغربة. هذه الكلمة ما أدري شو المناسب لها. يعني أروح حق محل وأسأل أقول له إذا تكرمت أبي شاحن اللابتوب، يكون بخلص كلامي ما خلصت الحين، والله ما عندي شاحن لابتوب. تقول له واللي وراك هذا 100 واط شنو؟ يقول لك هذا مال ماك بوك. تقول له شو عليه اساس حددت يعني بي دي و100 واط؟ عليه اساس انت حددت ان الماك بوك؟ يقول هو حق تبع ماك بوك. طيب لو سمحت ممكن تعطيني الكرتون نشوف الاوتبوت شنو؟ هو تبع ماك بوك. يا اخي خلاص انت صح وانا غلط، بس عطني خلنا نقرا، بس عطني يعني خذني على قد عقلي وخلنا نقرا الاوتبوت. طبعا طول الوقت تعاني انت، يعني جالكسي اللي هو جالكسي، ايفون اللي هو ايفون، بعدين ماك بوك اللي ما ينشحن الا بالشاحن هذا يقصد ثندر، بعدين انت تعاني بعدين يقول لك اخر شيء يكملها لك عشان يجلطك، يقول لك تدفع واي فاي. يعني ليش يا اخي يا طول الوقت انت تتالم بهالمعلومات، يطعنونك بهالمعلومات الخطا. طبعا حتى اونلاين يعني محليا واونلاين بعد معلومات خطا، يطعنونك واخر شيء تدفع بالواي فاي. يعني هو اخر شيء بيجيب اجلك يقول لك ادفع واي فاي. السعوديه شوي حالينها، يعني يقول لك ادفع بالشبكه او كاش، يعني شبكه اوكي يتم الدفع من خلال خدمه NFC، من خلال شبكه انترنت، يعني مو دقيقه بس صحيحه يعني. بس هذه مالت واي فاي، بالاضافه الى استصغارك بان انت مو فاهم يعني شنو الدفع من خلال واي فاي، هذه كارثه. يعني الامور الفنيه انا ممكن اطوف يعني بدون تنظير لان ما ينظر علي. يعني هو فاهم خطا، مثلا هو يظن ان HDMI هو كيبل الشاشه، تقول له ماشي يعني كيبل الشاشه، ولا HD مثلا يسميه HD، طوف له ماشي يعني اختصر مثلا عادي. يعني امور فنيه مو مهم ان كل الناس تعرفها ماشي، بس مصطلحات اساسيه مثل NFC، مثل اندرويد اللي يسمونه اندر ويت، وايفون حرف الاي بعدين في كلمه فون، هاتف المسروقه من اي ميت، يعني شويه مصطلحات اساسيه بس نتفق عليها. وبعض مرات احس بالغربه هذه التقنيه لما اتكلم ويا واحد يهز راسه يبين لك انه هو فاهم طول الوقت. ايه ويوصلك بعض مرات، يوصلك شعور غريب ترى انه انت كاسر خاطره. عرفت الليفل؟ يعني مو العكس، مو هو كاسر خاطرك، لا انت كاسر خاطره، العكس. يتكلم التقنيه هو يطالعك ويوصلك منه شعور انه يا حرام يعرف واجد معلومات. يعني متى انا ما احس بالغربه التقنيه هذه؟ اذا قعدت ويا تقنيين. يعني اخر جلسه بدبي مع المهندس احمد الزرعوني واحمد السعدي وبطي والدكتور، يعني اتوقع ما يرضى يقول اسمه، يعني مجموعه تقنيين قعدت وياهم. يا اخي رديت الفندق طربان، يعني من زمان ما تكيفت. انا والله حبيت اشارككم التجربه الغريبه هذه، يعني قلت يمكن احد قاعد يمر فيها غيري، على الاقل نفهم شلون نتجاوز المرحله هذه. اذا طوفت انغثيت، واذا عدلت انغثيت، واذا اكيد ان لها حل يعني، بس مو واصل لي للحين. طيب خلونا نجاوب شويه اسئله على ما وصل. المقصود فيها الشبكه الخليجيه، اوكي يعني هم لازلنا في دائره اوكي افضل من موضوع واي فاي. إيه تقصد ان NFC من الخلف مكتوب الشبكه الخليجيه، فالناس تعودت على اسم الشبكه نسبه لشبكه خليجيه وليس شبكه انترنت. اوكي بعدت انا معناها، بس لازلنا في دائرة صح يعني، ما في مشكلة. يعني لو قال لي مثلا انت بتدفع كينت هني عندنا، اقول له ادفع كينت، مناسبة الكلمة اكثر من كلمة واي فاي. والله شوف جماعة، حولي انا كان عندي محل من 15 سنة هناك او اكثر، حولي ماشي ما عندي كلمة مناسبة. انا كان عندي DDR5 رام قبل السوق بست شهور، فكلمت واحد قلت تحب تجرب DDR5 بشرط ان المذر بورد يدعمه. ما في يا ابن الحلال، دقيقه بس رحت سيارتي جبت DDR5. قال له هذا بس شكل. قلت يعني الكبر واصل فيك؟ يعني انا الحين اعطيتك قطعه نادره المفروض تصور وياها، الكبر واصل فيك انك ترفضها؟ يقول لك هدمه يعني HDMI. شوف ذكرتني بدايه البالتوك والسكايب، كنت بشتري كرت ما ادري شنو، فمريت على محل بحول لي فيه كويتيين، فقلت لو سمحت ابي كرت سكايب، فقال لي سكايبي يعني،
قلت له سكايبي اللي انا اعرفه. قال لا سكايبي وقام يضحك عليه هو ربعه، يعني يتنمر عليه هو خطا. تقنيه انا ترى استسلمت بهالمكان، يعني خلاص اللي بيقول هدمي خلي يقول هدمي، واللي خلاص يعني قلت لك قاعد احس بغربه تقنيه، بس انه خلاص ما باليد حيله اوكي هدمي هدمي واوي واوي ماشي 5G. اوه هذه كارثه. هذه اول ما بدا ال 5G بالكويت، 5G NR نيو راديو، كان الراوتر يقول لك انه ترى الراوتر داعم لل 5G في حاله تواجده، يعني هم الشركه قالت لك راوترنا كهاردوير يدعم ال 5G، بس حاليا مو كل المناطق فيها تغطيه 5G، ف حسب راح ينزل 4G. فيجي واحد حلف يتكفر بالمنطقه اللي كنت فيها انا، والله انه 5G. قلت له يا اخي انا عندي راوتر كل الشركات ما في شبكه مو مغطيه، اوكي راوتر يدعم 5G. قال لا مكتوب 5G. قلت 5 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز البث من راوترك الى الاجهزه وليس من الشبكه الى راوترك. تجميعه فاهمك، انا فاهمك. هو الاشكال اللي موجود هنا انه لو قال لك لا اعلم، هو قال لك لا اعلم، ترى وفر لك كثير من الوقت بان انت تبحث بنفسك وتلقى الحل، بدل ما هو ينظر ويعطيك اجابه وتظن انها نهائيه. يعني طبعا الحمد لله انك فاهم الفكره عشان ما يضيع وقتك، لكن لو كنت مو فاهم وهو اعطاك المعلومه هذه وتظن انها صح تخرب معلوماتك. والله شوف بعد عالم الانترنت جيل الزد والتيك توك، هو دائما الجيل الجديد يشتم الجيل القديم. بعد العالم هذا يعني انت استاذ وعندك مصادرك العلميه، تلقى يدش على الاونلاين ياخذ له مصدر تعبان يقول لك ها معلومتك غلط. يعني انت اصل العلم لكن هو شايف ان الموقع الفلاني او ويكيبيديا بمصدر خطا هو الصح وينظر عليك فيها. فبصراحه يعني عسى الله يحطني مكانك، لكن انا دربت سابقا وحسيت بمعاناتك هذه. الله يعينك. تشرفني طال عمرك الساعه المباركه. والله عندي كثير مثلك وشرواك، يعني ناس تنحرج والله حتى تقدم لهم اي ماده، لان ما بيضيع وقتك انا بعد هالعمر واجيب لك اي شيء. لذلك انا احرص على اني ما اطلع على سناب الا اذا عندي شيء اقوله. حتى السلام هذا والكلام الجانبي والضحك الجانبي ودي اوخر عنه كثر ما اقدر عشان ما يضيع وقتك.